تعملوا تروب لها صح. اسمع انا اليوم مريض. صبي القهوه. نحسب القهوه يلا. اه بس لكن تخلي انا عرفناك من صوتك. بس جاهزه؟ لا خذي وقتك. لا تتذكري شغله. اول مره بتعرض لموقف مزعج. بس وقف معي اي ستك بالشارع بتقول لي الله يجزيك الخير كثير تعلمت منك اشياء. سنه 23 كانت كثير صعبه على الكل بس برضه كان فيها انجازات. فبدنا نشوف رند شو غيرت فيكي 23. انجازات كان عندي انجازات ب 2023. ب 2023 تخرجت من الماسترز، فتحت عياده جديده بالامارات، وبدايه 2023 صراحه كانت كثير سنه موفقه، وكنا حاسين انه احنا خلصنا من كورونا وخلصنا من كل المشاكل اللي كانت بكورونا، بس بعدين باخر السنه انصدمنا. اختلفت. اه للاسف. للاسف صح. بس برضه غيرت فينا يعني حرب غزه. طبعا حرب غزه غيرت كل حياتي بالمعنى الحرفي. ممكن غيرت اولوياتك كثير. بطلت اشوف انه بس النجاح بالحياه هو انه الواحد يوصل لمراكز وعلم وشهادات، كله حلو وكله لسه موجود بحياتي، بس بطل اولويتي بكل صراحه. بطل اولويتي في شغلات بناخذها معنا على 24. شو الشغلات اللي رح تاخديها من 23 ورح تكمل معك؟ اكمل بنفس فكره انه عن جد الواحد يشتغل على حاله ويقدر انه هو يورث كل علمه وكل خبرته، يمكن الصغيره يمكن بعمري ما بعرف، بس لاولاده. بحب اخذ معي كل اللي للاسف اني اكتسبته من قوه ومشاعر من بعد حرب غزه ل 2024 وما ننساها، عن جد ما ننساها. شو الشغلات اللي بشخصيتك حابة ما تكون معاكي ب 24؟ صفات وياه. تنتين ثلاث. أنا كتير متسرعة، بحب إني أقلل قدي أنا بعمل أشياء بحياتي اليومية. أنا 24 ساعة بركض وعندي طاقة لا تنتهي. خص كفي. خص كفي. ما بدي أشارك أكثر. ب 23 هلا صعيد شخصي وعملي غيرت فيكي، وبرضه غيرت فيكي وقررت إنه يكون الحجاب موجود فيها. أنا ولا مرة كنت أفكر بفكرة بموضوع الحجاب عشان أكون صادقة، مش إنه أنا ما بدي أو إنه خص، كنت مشغولة. كنا إحنا مشغولين بالدنيا، مشغولين ما بنفكر. كنت قاعدة الفجر بحضر فيديوهات الحرب، وكنت بشوف سيدة بفلسطين لابس الحجاب، عشان إذا هي استشهدت تستشهد وهي مستورة. وصرت أشوف إنه إحنا عايشين بكذبة عن جد، إنه أنا ما إله معنى كل اللي بعمله. لما شفت هاي السيدة كان أول إلهام إلي، وما بعرف ليه إنه في إشي حكالي إني أقوم ألبس الإشارب الوحيد اللي عندي إياه بالبيت اللي رحت فيه على العمرة، هو لونه أبيض ما عندي غيره، وعشان ما أتراجع نزلت فيه على العيادة وما حكيت لولا حدا، ولا لأهلي ولا لصحباتي ولا لبني آدم، عشان لمين ما رح أحكي رح يخلوني أتردد. فلعله ربنا يتقبل مني إنه أنا قدرت إني أضحي بإشي أنا كان يعني لي. أمنية بتتمنيها لكل الأشخاص اللي عم بيحضرونا بحلقة رأس السنة، وبتتمني هيك إنها تتحقق معهم ب 24. لكل الناس اللي حبوكي ضمن دنيا يا دنيا على مدار السنين، عن جد أنا بحبهم كمان، وبشوف قديش هن ساندوني حتى بخطواتي بالفقرة، ولما بشوف ما بقدم الناس دايما عن جد إيجابية وداعمة، وحكيهم كتير حلو وكتير لطيف. فبتمنى لكل حدا بداية سنة خير. سنة 2023 كانت مختلفة على كتير ناس. نجود كيف كانت عليها السنة؟ هلأ صراحة هي دايماً السنة بتغير فينا أشياء وبتختلف علينا كتير أشياء بحياتنا، بس صراحة أكتر شيء مميز صار بحياتي إني تزوجت وتحملت مسؤولية، علماً إنه أنا مش معرفش أتحمل مسؤولية. كيف كانت 2023 من ناحية الصفات اللي فيكي؟ في صفات فيكي حبيتي إنه ما تكون موجودة وفعلياً ما كانت؟ أنا كتير صريحة، ويمكن صراحتي أحياناً بتضايق قدامي، أحيانا بتمنى تروح وأحيانا بتمنى تضل، لأنه أنا شخصية غير مجاملة، ما بعرف أجامل نهائيا. أنت عارفين طبعاً أجامل. هلا شوفي المسؤولية بتزيد أوكي، بس أنا ما بتغير أبدا. يعني في بارت من شخصيتي وعقلي وأحيانا بكون هيك، كيف أحكي لك، كيف الدينامو. لو بدنا نفرج الناس شخصية نجود مختلفة، الناس تعرفها على الهواء بالطقس، شو الثلاث صفات اللي بتحكي لهم اياها عنك غير العناد او الصراحه؟ اني عصبيه
ولما ما اكل ما بتحاكى نهائيا. اذا انا مش مفطره ما حد يحكي معي بالمره. صراحه بشهد. صراحه بشهد. طيب هلا لو بدنا نروح من شخصيتك ونروح ل 2024، شو الاشياء اللي بتتمني انها تكون موجوده بحياتك وتكمل معاكي وتبلشي فيها السنه؟ يعني مثلا حاطه ببالي انه ممكن يكون عندي مشروع، حاطه ببالي انه ممكن في اكثر من دوله حابه اسافر عليها وازورها. 2024 ان شاء الله تكون سنة خير علينا في ظل الظروف الموجوده. شو الرساله اللي بتحكيها لكل الناس اللي بتتابعك ضمن دنيا يا دنيا؟ صراحه بحكي للناس انه دائما خلوا قلبكم ابيض، ودائما كونوا صريحين باي شيء بضايقكم او بزعلكم او انتم شايفينه مش ضمن المواصفات والمقاييس الموجوده بحياتكم. 2023 كانت مختلفه على سميرة، فاحكي لنا كيف كانت إيجابياتها وسلبياتها على صعيد شخصي وعائلي. طبعاً هي سنة زي كل سنين كانت، يعني بتحمل الأشياء الحلوة والأشياء المرة، فيها أيام كانت مميزة جداً، فيها شغلات كانت تمر مرور الكرام زي أي أيام، وكله على فكرة بعد من عمرنا، يعني فإحنا بنستنى السنة تخلص عشان تيجي السنة الجديدة وإحنا ناسيين إنه القوة كلها هلأ في اللحظة اللي إحنا هلأ عايشينها، فإحنا عم بتمر الأيام وإحنا عم نستنى باللي جاي. شو أصعب سنة مرقتي فيها سميرة خلال آخر 5 سنين؟ بآخر 21 يعني تقريباً بشهر 9 اكتشفنا بعد المطعوم طبعاً إنه جوزي كان عنده مرض كبد، سرطان وتليف دهني. فتنا بمرحلة العلاج وزراعة الكبد، وابني الصغير حبيبي زيد الله يحميه أخذوا منه طبعاً جزء من الكبد، واللي ممكن ولا بني آدم يتخيله أبداً، ولا عقل بني آدم ممكن يتخيله أنه يكون الوحدة جوزها وابنها التنين بغرفة العمليات، وبعد العملية يطلع جوزها يفارق الحياة وابنها تضلها الآن وخايفة عليه. الله يرحمه، أكيد هو بمحل كتير أحسن هلأ. فقرة عندي فكرة انعرفت بسميرة الكيلاني، احكي لنا أكثر موقف بضحك كان بال 23 ومواضيع حكتيها والناس حبتها وظلت تسألك عنها على السوشيال ميديا. مرة كنت مع ديالة الدباس الله يسهل عليها زمان بس بالزمانات، ووسخت حالها بالحبر، فبتقول خلص أنا اجيت في الوقت الممرض، أنا كبت النسكافيه وتوسخوا أوعيها، فكنا نستعمل الأفكار اللي طبقها على الواقع بالضبط. عندكم خل، عندكم شوية سبيرتو سبراي شعر، كنا نقيم الحبر بال. سميرة أنت أحيانا عن جد بتجيب شغلات غريبة. مرة طلبتي بطارية سيارة. صحيح. مرة طلبتي بطارية سيارة على الهواء. صح، مرة جبت بطارية سيارة، ولأنه إحنا الستات دائما يعني متهمين إلا ما بنعرف نسوق وبس منشغل ومنمشي. لا قلت لهم هاي الحال فقرة عشان تشوفوا إنه الستات لازم يتعلموا إنك تشيكي على المي وتشيكي على الزيت، وأول شيء تشوفي مساحاتك، وإذا بدك تشحن بطاريتك تعرفي كيف تشحني، تكون الكابلز معك دائما بالصندوق وتحطي على السالب والموجب وتشحني من أي سيارة مرة. لازم هاي المهارات الست تتعلمها. شو الرسالة اللي بتحكيها لأولادك للسنة الجديدة وللمتابعين ضمن دنيا يا دنيا؟ بتمنى كل الخير يا ربي والسلام لكل حد عم بشوفنا، والصحة أهم إشي، والعيلة أهم مفهوم بالعالم كله. ديروا بالكم على عيلتكم، وهلأ عبروا لهم أنكم بتحبوهم قبل ما يفوت الأوان. تحية لغزة اللي علمتنا واللي صحتنا واللي عم بيموتوا الشهداء عشان إحنا نصحى. عبود سنة 2023 توقعت للناس كتير شغلات، بس اللي توقعته لإلك نجح بكل صراحة. هو كل اللي توقعته ممكن صار، ممكن شوي أسوأ منه، يعني إنها تكون سنة فيها شوية تحديات، فيها شوية خسارة أصدقاء، فيها شوية تعب صحي مبدئياً. قلت عندك كان فيها خسران كتير كبير، فحكي لنا شو خسرت بـ 23؟ هلا شوفي، أنا ما بعتبرها خسارة، يعني بعتبرها إنه مثلاً نقص من حياتي ناس، اتعلمت شغلات، بس بعدين تكتشفي إنه هو هذا كان لأحسن لك، يعني أفضل لك. ممكن الأحداث ساعدتنا إنه نعيد ترتيب أولوياتنا، شو الأولويات اللي اختلفت عندك بعد 7 أكتوبر؟ ممكن غيرت إنه عائلياً صارت بالمرتبة الأولى، اللي كان ممكن مش بالمرتبة الثانية، بس أنا بالنسبة لي ما في عندي أولويات، أنا كلهم حاططهم جنب بعض. شو أبرز الأولويات اللي بحياتك لازم تكون وأنت مرتبها؟ الأمور العملية هي ماخذة أولوية، خصوصاً بأول 3 أشهر من 2024،
ولأنها سنة الحظ للأسد، فعشان هيك بدنا نستغلها. أنت قلت سنة الحظ للأسد. للعمل. 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 ها. أوكي. أوكي. هلأ إذا بدنا نحكي نصيحة عم تحكيها لكل المشاهدين ورسالة بمناسبة السنة الجديدة 2024، شو بتحكي لهم؟ بنصح الناس التفاؤل. أنا بكره أشوف واحد مكتئب. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير سندس، وأهلا وسهلا فيكم. اليوم حابين نحكي مع أمل. آه. بس ما رح نحكي مع أمل بالزراعة، رح نحكي مع أمل بشخصيتها وشو 2023 أضافت إلها. 2023 شو أضافت لي؟ مش عارفة، هي أكيد كل سنة عم بتعلمنا، بس للصراحة في شغلة كتير مهمة، إنه أنا بتهيأ لي إنه ما عدت أغلب حالي أثبت خير فيه لحدا مو راضي يشوفه. 2024 في ناس بتتفائل بالرقم الزوجي فيها، في ناس بتقولك لا أنا بحب الرقم الفردي، في ناس بتتفائل بفصل معين، فأمل بشو بتتفائل بالحياة بشكل عام؟ يعني شوفي، أنا أمل، اسمي أمل ولكل امرئ من اسمه نصيب. يعني أنا بقول دائما أنا بنظر، إيماني برب العالمين كبير، بنظر للي جاي دائما أحسن، ودائما كل سنة فيها خير. فقرة بتكون كتير مختلفة، أحياناً بتدخلي علينا شجرة، أحياناً نبتة، أحياناً زيتونة. صح، يعني من الأشياء اللي حتى الناس بتفاجئوا فيها كيف بقص. أنا معروف أني أنا بحب القص الجائر لبعض النباتات، يعني بحب أنه النبتة تعطي جديد. أمل 2023 عملت زيارات مختلفة ضمن فقرة الزراعة، منها كانت بالعيد زرتي مركز للأيتام، أو كمان زيارات مختلفة لكبار في السن. هي الفكرة أول إشي جبر الخواطر، أسعدتيهم لو إشي بسيط. شو بتحكي للناس أمنية بتتمنيها لإلهم بـ 2024؟ أول شي بتمنى الصحة والعافية للجميع، بتمنى سنة جديدة خير على بلادنا وعلى فلسطين. ربا بعيداً عن التغذية وبعيداً عن التلفزيون، اليوم حابين نكون معاكي وندردش شوي عن 23، كيف كانت عليكي؟ أنا على شغلي في أشياء أنجزتها جديدة، في مشاريع جديدة بأشياء بنتجها بمكونات من بلادنا، أشياء جديدة إن شاء الله رح تنزل أنزلها يعني في مجال شغلي، إلها دخل بالأكل الصحي. ربا بعد آخر أحداث 7 أكتوبر مش عارفة، يمكن الواحد نظرته للحياة اختلفت؟ يعني بتحسي يمكن المشاكل اللي كانت تمرق بحياتك تفكريها مشكلة كتير كبيرة تطلع إشي سخيف جداً قدام اللي إحنا شفناها. بس ربا أكيد إحنا كمان كأشخاص في عنا شوية صفات منحب إننا نغيرها. يمكن مرات إنه الواحد يقلق زيادة بالأمور أو يتحسس زيادة، أو إذا تعبي نرفز بزيادة، يعني تعلمتي إنه هيك تعدي للعشرة أكتر. فشو الحاسة الإضافة اللي لازم تكون موجودة بفقرة التغذية عند ربا؟ يمكن نحكي شوي أكتر على طريقة تحضير الأطعمة بطريقة صحية. يمكن بحس الناس بحبوا هاي الوصفات. صح، الوصفات بحس الناس بحبوا يعرفوها. كل متابعين دنيا يا دنيا دائما بيكون عندهم رغبة يعرفوا، في ناس عن جد بتنزل 30 و20 كيلو بسنة. مرات بتكون المشكلة الكبيرة للأسف عند الشخص نفسه، الإرادة. الإرادة أو هي الاتباع حمية، هي التزام. صح. التزام، زي التزامك بالشغل، زي التزامك بالرياضة، زي حياة التزامك أكثر. بالهذا. فمرات في ناس عندهم ضعف إنه يقدروا يلتزموا، ومش غلط إنه أول مرة يفشلوا، ثاني مرة يفشلوا، ثالث مرة يفشلوا، يعني مع المحاولة إلى يوصل لهدف الشخص، بس يكون مقرر. شو بتنصح الناس ب 2024 وشو بتحكي لهم؟ أول إشي بتمنى السلام، أهم إشي يعم علينا جميعاً بالأردن وبرا الأردن، فلسطين، كل بلاد العربية أكيد، وبالعالم كله. وإن شاء الله يا رب تكون سنة خير على الجميع. إن شاء الله يا رب، وعليكي وعلى عائلتك. حبيبتي أنت بخير. أنت بخير، تسلمي.